السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الثاني متوسط عدي صفحة سبعة وستين تدرب وحل مسائل حياتية، رقم سبعة وعشرين هندسة، علبة معدنية على شكل اسطوانة إذا كان قانون h إتش يساوي ثلاثة ناقص اثنين باي آر تربيع على 2 باي آر، إذ أمن مساحة الكلية للعلبة المعدنية آر نصف قطر قاعدتها ومنطينا المعلومات. فراح انحلها تدرب وحل مسائل حياتية هذا رقم سبعة وعشرين أقول ال H يساوي M ناقص ال H يساوي نقول M ناقص اثنين باي R تربيع على اثنين باي R هسة نجزئ نقول إتش يساوينا الإم شقد مطيني ميتين وثمانين، ميتين قبلها نقول إم على اثنين باي آر ناقص اثنين أه. باي آر تربيع على اثنين باي آر يساوي، هاي بيها واحد، هاي بيها واحد، هسة نقول إتش يساوي نعوض، قد الإم طلعت لي؟ الام مطينه بالسؤال ميتين وثمانين على اثنين والباي اه في باي مجهول اه والار مطيني خمسه سنتيمتر ناقص اه الباي جقد ال اثنين اه باي شوفو نقول يساوينا يساوي يساوينا خمسة ليش خمسة؟ لأن احنا قلنا يساوي نقول ام على اثنين باي ار ويسا ناقص ار فيساوينا خمسة يعني ناقص خمسة هسه اتش يساوينا هنا ميتين وهنا بخمسة آه هاي الصفر نقول ميتين وثمانين على اثنين بها ثمانية وعشرين باي ناقص خمسة هاي طلعت الاتش طلعت هذا الاتش ميتين وثمانين على اثنين اه هاي ثمانية وعشرين لا ثمانية وعشرين هي مطينا آه ميتين وثمانين على باي نعم كنا آه آه قلنا نعم هاي الميتين وثمانين يعني بقت ثمانية وعشرين على باي ناقص خمسة هذا رقم سبعة وعشرين نجي على رقم ثمانية وعشرين. الرقم ثمانية وعشرين شي كلي. رقم ثمانية وعشرين هندسة يقول إن زت يساوي ان نا تربيع ناقص ام تربيع على ان، جد قيمة زت ومطيني ان يساوي خمسة و وام يساوي اربعة، زين هسة راح شو اسوي؟ اقول زت آه يساوي ان تربيع على ان ناقص ام تربيع على ان، زت يساوي شقد الأن خمسة. ناقص والام تربيع أربعة تربيع على خمسة ان خمسة أقول زد يساوي خمسة ناقص أربعة تربيع ستة على خمسة نوحد المقامات زد يساوي على خمسة خمسة في خمسة خمسة وعشرين ناقص خمسة ستة عشر إذن زد يساوي ناقص خمسة خمسة وعشرين ناقص ستة بها تسعة هذا الحل تسعة على خمسة زين رقم تسعة وعشرين رقم تسعة وعشرين أثبت إن المقدار أثبت إن المقدار اللي هي خمسة وعشرين آر تربيع في أس أربعة ناقص خمستعش آر تكعيب في تربيع ناقص خمسة آر تربيع في تربيع على خمسة آر تربيع في تربيع ناقص خمسة وعشرين في تربيع ناقص خمسة عشر زائد خمسة على خمسة، يلا عيني هذا السؤال كتبته، هسة خمسة وعشرين جزئها آر تربيع في اس أربعة على خمسة آر تربيع في تربيع ناقص خمسة عشر آر في تربيع على. خمسة آر تربيع في تربيع ناقص خمسة آر تربيع في تربيع على خمسة تربيع في تربيع ناقص خنكملها هنا خمسة وعشرين في تربيع على خمسة ناقص خمستعش آر على خمسة زائد خمسة على خمسة يساوينا هاي بها وحدة هاي بها خمسة إذن خمسة آر تربيع آه، لا ار تربيع ويا ار راحت فنكتب ما نكتبها نكتب في اس ناقص هاي بيها وحده هاي بيها وينها هذه بدنا نحكي على هذه واحدة هاي بيها ثلاثه ناقص ثلاثه ار ناقص هاي بيها واحد يعني نقول ناقص آه، نفتح قوس اقول خمسه في تربيع ناقص ثلاثة آر زائد واحد تمام يساوي هسه أقول خمسة في تربيع ناقص ثلاثة آر ناقص آه واحد نقول هنا لازم نقول آه ناقص واحد ناقص خمسة ناقص آه واحد ناقص خمسة بي تربيع زائد يعني دخل السالب على القوس ثلاثة أر ناقص واحد يساوينا يطلع عنا سالب اثنين يعني هذا هاي راحت ثلاثة أر ويا ثلاثة أر سالب واحد وسالب اثنين إشارات مشابهة نزل إشارة ونجمع يطلع عنا سالب اثنين هسه رقم ثلاثين يقول ألعاب نارية آه انطلق سهم ناري عمودي على الأعلى وفقا للقانون في أه يساوي اتش زائد خمسة تربيع تي تربيع على تي يمثل سرعة السهم عند الانطلاق ام ويرمز اتش الارتفاع الذي بلغه السهم ام ويرمز له نعم هذه أه نقول في يساوي لنا اتش على تي زائد خمسة تي في يساوي لنا مطيني الاتش ميتين وخمسة وسبعين والتي خمسة زائد خمسة والتي في تي في خمسة في يساوي ميتين وخمسة وسبعين على خمسة بها خمسة وخمسين خمسة في خمسة خمسة وعشرين إذا في يساوي خمسة وخمسين بها ثمانين أم سي هذا رقم ثلاثين نجي على رقم واحد وثلاثين رقم واحد وثلاثين تحدي يقول سالب ثمانية زت أس أربعة ناقص عشرة زت تكعيب زائد زت تربيع على اثنين اثني اثني زت تربيع زائد أربعة زت تكعيب زائد خمسة زت تربيع زائد ستة زت على زت هذا كل سؤال زد هسة أقول سالب ثمانية زد أس أربعة على اثنين زد تربيع ناقص عشرة زد تكعيب على اثنين زد تربيع زائد أربعة، ها اه هنا هذي اه إي زد تربيع، ها بقى زد تربيع نسيتها زد تربيع على اثنين زد تربيع زائد راح أكمل هنا أربعة. أربعة زد تكعيب على زد زائد ، خمسة زد تربيع على زد زائد ، ستة زد على زد يساوي هسا نختصر هاي بيها واحد هاي بيها سالب اثنين عيني سالب أربعة سالب أربعة ، أقول سالب أربعة زد أربعة ناقص اثنين هاي بيها واحد هاي بيها خمسه خمسه ناقص خمسه زد ثلاثه ناقص اثنين زائد آه اربعه زائد واحد على اثنين زد ثلاثه ناقص اثنين لحظه لا اثنين ناقص اثنين اثنين ناقص اثنين هاي يعني زائد أربعة زت ثلاثة ناقص واحد زائد خمسة زت اثنين ناقص واحد زائد نعم، زائد ستة زت واحد ناقص واحد يساوينا أقول سالب أربعة زت استثنين ناقص خمسة زت ثلاثة آه ناقص اثنين بيها واحد، زائد واحد على اثنين زت ما راح أن صفر. اثنين ناقص اثنين صفر، تمام؟ اه واحد على اثنين نكتبه زائد اربعة زد اس اثنين زائد خمسة زد اس واحد زائد ستة وزد الصفر لان يعني واحد ناقص واحد صفر زائد خمسة زد زائد ستة. زين. هسه شو اسوي خلاص هذا ليش ما نقول شوفو أربعة زيت ويا الأربعة زيت والخمسة زيت ويا الخمسة زيت بقتنا لنا شوفوا بقتلنا واحد على اثنين خلنا أكملها هنا لازم نوحد المقامات بها ايش بقت نقول واحد على اثنين زائد ستة يساوي آه نقول هنا اه نقول ستة عدد صحيح ونص ويساوي ستة في اثنين واحد ثلاثة على اثنين هذا خلص الرقم فكر رقم واحد هسه نروح على اثنين يعني هنا سويت شوفوا سويت قلت يساوي واحد على اثنين زائد ستة زائد ستة ويساوي ستة على صحيح واحد على اثنين ويساوي ثلاثة عشر على اثنين هذا الحل أنا أشوفكم يا خاف من بين هذا الحل رقم واحد وثلاثين هسه نروح على رقم اثنين وثلاثين اثنين وثلاثين يكون صحيح الخطأ نشوف شنو عشرين اكس اس ثلاثة واي اس اثنين زائد اثناش اكس تربيع واي تربيع زائد ثمانية وعشرين اكس واي على اربعة اكس واي يساوي هسه اه اقول عشرين على اربعة اكس ثلاثة واي تربيع على اكس واي زائد اثنى عشر اكس تربيع واي تربيع على اربعة اكس واي زائد ثمانية وعشرين اكس واي على اربعة اكس واي زين هسه شو اسوي؟ هاي بيها وحدة هاي بيها خمسة هاي بيها وحدة هاي بيها ثلاثة هاي بيها وحدة هاي بيها, وحدة هاي بيها سبعة إذا خمسة x ثلاثة ناقص واحد، واي اثنين ناقص واحد. عني زائد ثلاثة أكس اثنين ناقص واحد، واي اثنين ناقص واحد زائد سبعة أكس uh, واحد ناقص واحد والواي واحد ناقص واحد يساوي بس خمسة أكس تربيع واي اس واحد زائد ثلاثة أكس اس واحد واي سواحد واحد زائد سبعة إكس الصفر واي الصفر، أقول خمسة إكس تربيع واي زائد ثلاثة إكس واي زائد سبعة بس سبعة، لأن يعني هذي إكس وهذي إكس، هذا الحل الناتج تشوف قايل إكس تربيع واي زائد ثلاثة إكس واي ناقص سبعة إكس، لا ما يصير. ما نخلي لأن يعني الإكس الصفر، تمام زين هسه يريد اكتب يقول مثالا واحد آه خلينا نحل فقره اكتب لي بس فقره اكتب يريد مثال واحد آه قسمة مقدار جبري من ثلاثة حدود أقول خمستعش إكس خلاص هذا أقول خمستعش إكس آه خمستعش إكس آه مثلا آه تكعيب ناقص عشرين إكس تربيع زائد خمسة وعشرين إكس على خمسة إكس، هسة نجزئها خمسطعش إكس تكعيب على خمسة إكس، ناقص عشرين إكس تربيع على خمسة إكس، زائد خمسة وعشرين إكس على خمسة إكس، هاي بيها وحدة، هاي بيها آه ثلاثة، هاي بيها وحدة، هاي بيها أربعة. هاي بها وحدة هاي بيها خمسة إذن أقول ثلاثة إكس نقول ثلاثة ناقص واحد، اثنين، ناقص أربعة إكس، اثنين ناقص واحد، واحد، زائد خمسة إكس، وإكس الصفر ما راح أكتبه. <applause> هذا الناتج، وخلصنا.